الله أكبر، لا إله إلا الله. كتيبة فجر الدين تقوم بتقنيص كلاب الأسد أثناء انسحابهم. الفضل لله ثم الأبطال الجيش الحر. الله أكبر، عزة الله. 7/12/2013، حاول كلاب الأسد اقتحام قرية ممتنة، ولكن لله الفضل، تم بعون الله تدميرهم وردعهم. الله أكبر، العزة لله. تقوم كتيبة فجر الدين بتقنيص كلاب الأسد أثناء انسحابهم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، العزة لله. هم أبطال كتيبة فجر الدين، يقومون بالرباط على أطراف قرية ممتنة. الله أكبر، العزة لله. ويقوم عصابات الأسد بقصف مكثف على قرية ممتنة. الله أكبر، العزة لله. الحمد والشكر لله.